طيب خلينا نروح بقى لنقاط القوة النهارده. هنبعد نقاط الضعف. روح يا نقاط الضعف روح. طيب خلينا نروح لنقاط القوة المتواجدة في نادي بايرن ميونخ. هي حاجات كتيره يا كابتن اسلام. اكيد طبعا لعيبه بايرن ميونخ سواء بدايه من مانويل نوير طبعا وصولا لليفاندوفسكي في خط الهجوم, بنتكلم حدث ولا حرج في كم هائل من اللعيبه المميزه. نبدا معانا اعتقد اول لاعب ممكن نتكلم على نقاط قوته ليفاندوفسكي. طبعا واحد من اقوى رؤوس الحربه في اوروبا وفي العالم كله, وبصراحه من كتر القر بتاع يعني بتاعنا عليه خلال الايام الاخيره بتاعنا احنا بس العالم كله بيقر. ضيع بينالتي امبارح قدام هيرتا برلين, شاطها وحش قوي بصراحه. طبعا كان في ثلج وارض الملعب ما كانتش كويسه في الشوط الاول, ولكن طبعا ليفاندوفسكي ان هو ضيع بينالتي في ماتش في الدوري ده اكيد ما بيقللش منه. بنشوف 32 سنه طبعا, يعني ليفاندوفسكي في المراحل الاخيره له في كره القدم. طول طبعا 185 سنتي, لعيب طويل, وطبعا هيدر حدث ولا حرج ممتاز جدا في 19 مباراه. رقم مرعب 19 مباراه, احرز 24 هدف. يعني ما فيش مباراه ليفاندوفسكي بيلعبها مع بايرن ميونخ الا وبيطلع منها احرز هدف على اقل تقدير. ومش كده وبس, ما بنتكلمش على مهاجم راس حربه تارجت مان, لا بنتكلم على لاعب بيقدر يصنع 6 اهداف, وبالتالي عنده مهاره كبيره في المراوغه, وعنده كمان فيجن كويسه. معدل المحاولات كل 90 دقيقه بنتكلم 4 محاولات, طبعا رقم كبير. والتمريرات بتاعته 77%, ربما تكون نسبه قليله شويه, لكن هو مش مطلوب منه اصلا الموضوع ده, مش من التارجتس بتاعته. ومعدل المحاولات الناجحه 0.7 اعتقد. وبالتالي طبعا ليفاندوفسكي واحد من ابرز نقاط القوه في نادي بايرن ميونخ. طيب الثاني بقى, خلينا نروح لاحمد ثابت. الثاني مولر. مولر واحد اهم نقاط القوه المتواجده في نادي بايرن ميونخ. مولر 31 سنه, طبعا كلنا عارفين ان هو صانع الالعاب اللي بيتحول واللي بيزيد كمهاجم ثاني جنب ليفا. عدد المباريات اللي لعبها مولر 20 مباراة, يعني لعب ال 20 مباراة كاملة في الدوري الألماني مع البايرن. جاب كام جون بقى؟ أحرز 10 وصنع 10. الأكثر أسيست في الدوري الألماني 2, مولر وكيميتش. الاثنين عاملين 10 أسيست. في بايرن. في الفرقة وفي الدوري كله. يعني هم الاثنين في بايرن. بيلعبوا في بايرن. مولر وكيميتش. طبعا هو عامل 10 أسيست مولر, رقم كبير جدا, و10 يعني عنده توازن. بيهاجم وبيسجل اهداف وبيزيد وبيتحرك بدون كره بشكل كويس جدا, وفي نفس الوقت بيصنع اهداف دايما, يعني تحول كمان كمستر اسيست 10 اسيست كتير جدا. معدل محاولاته على المرمى 1.6 في الماتش الواحد, يعني بيروح اكتر من محاوله في الماتش, ده برده رقم كويس. بالنسبه لمولر اعتقد يعني المفروض كان يعدي مرتين, يعني بالنسبه له برده ده بياكد ان هو بياخد تعليمات. يعني تفسيري لمعدل المحاولات ان هو 1.6 السنه دي ان هو بينزل لتحت اكتر, ان هو بيتحول كصانع العاب اكتر. المفروض مولر يبقى ارقامه مثلا زي ليفا 4 في الماتش, مولر 1.6 المفروض يعدي 2. فده تفسيري ليه ان هو بيتحول وبينزل لتحت, عشان كده ارقام الاسيست عنده عاليه. نيجي بعد كده ليه معدل التمريرات, بيعمل 45 تمريره في الماتش, ده برضه بيأكد رقم كويس, بيأكد ان هو حلقه وصل ما بين الدفاع والهجوم. دقه تمريراته 75%. نيجي لاهم رقم في ليفاندوفسكي غير في مولر غير الاسيست, صناعه الفرص, نحط عليها دايره كده 2.8 في الماتش الواحد, يعني بيصنع 3 فرص في الماتش الواحد. اكتر لاعب في بايرن ميونخ بيصنع فرص مولر مع كيميتش, رقم 2 كيميتش. فنحط دايره كده على مولر ان هو تحول السنه دي ان هو مش بس بيسجل اهداف وبيتحرك بدون كوره, لا ده كمان مستر اسيست ومستر صناعه الفرص عندهم. ده كده واضح ان هو بقى شغل مدرب. طبعا. وان هو حوله, مولر كان دايما ان هو فوكس ان ذا بوكس, ان هو كان جوه ثعلب جوه الصندوق, كان ان هو بيتحرك جوه المنطقه وبيسجل دايما وبيكمل جوه ال 18. فوكس ان ذا بوكس. بيكمل جوه وبيتحرك بدون كوره وبيكمل دايما. السنه دي تحس ان هو صانع العاب, بيرجع وبيصنع كتير. الارقام بتقول ان هو صانع 10 اسيست, اكتر واحد بيصنع فرص, فده بياكد ان هو بقى صانع العاب. اخذ رجل المباراه كم مره في الدوري؟ 3 مرات في ال 20 مباراه. في ال 20 مباراه ليفاندوفسكي خدها 6 مرات. دول اعلى 2 واخدين مان اوف ذا ماتش. طيب ليفاندوفسكي ومولر, مين تاني هيكون معانا؟ كومان. كومان طبعا واحد من ابرز اجنحه نادي بايرن ميونخ, وبنتكلم لعيب سريع للغايه, وفي الوقت الحالي هو واحد من نجوم الفرقه.
كل تحليلات المباريات بتطلع لبايرن ميونخ بعد المباريات كلها بتشيد بان كينجزلي كومان واحد من افضل اللعيبه في الشق الهجومي، خصوصا طبعا امبارح هو الاحرز هدف الانتصار من تصويبه جيده، اكيد طبعا كان فيها ديفلكشن وساعدته، لكن هو اداؤه ممتاز جدا. بنتكلم كينجزلي كومان طبعا لعيب صغير 24 سنه، وده يوضح لنا ان هو عنده ورك ريت عالي جدا 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 سواء في الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي، بيبقى عليه دفاع كتير دايما. عرفنا ان خلاص في 4-3-3 و 4-2-3-1 الجناح كابتن اسلام عليه واجب دفاعي كبير مع الفول باك. بنتكلم طبعا الطول 180 سنتي، وفي 16 مباراه احرز 3 اهداف وصنع 9، وده يبين لنا ان ربما يكون كينجزلي كومان مش لعيب فينيشر اكتر من هو برده لعيب بلاي ميكر، وبيقدر يساعد زمايله في احراز الاهداف. محاولاته، معدل محاولاته على المرمى 1.9، ده برضو رقم جيد جدا. بنتكلم على محاولتين في مباراه واحده، محاولتين خطيرتين، فده رقم جيد بالنسبه للاعب جناح. نسبه التمريرات الناجحه عنده 86%، رقم برضو كبير بيوضح لنا قد ايه كومان لاعب بيقدر يخترق للعمق، وهنتكلم عليه النهارده يعني كتير في حته ان هو بيعرف يلعب ما بين المساك والفول باك. يعني أيوة. مش كومان مش من اللعيبه برضو اللي دايما بتاخد تعمل ستريتش لللاين بره، لا سريع جدا، وشفناها امبارح اللي شاف ماتش هيرتا برلين. طبعا امبارح هانز فليك عمل حاجه غريبه ان هو لعب بتلات اجنحه وسابهم يلعبوا 73 دقيقه بالنسبه لكومان وبالنسبه لسانيه، وساب جنابري اعتقد او كومان هو اللي لعب 83 دقيقه، وجنابري وسانيه لعبوا 73 دقيقه، وده وقت طويل جدا قبل مباراه النادي الاهلي. واخيرا طبعا معدل المراوغات قلنا 1.9، ومعدل صناعه الفرص 1.7، برضو ده اكيد رقم كبير. طيب خلينا بقى نروح لنقطه قوه اخرى في بايرن ميونخ اللي هي كتير يعني اللي هو جنابري ونوير. جنابري طبعا واحد من الاجنحه الممتعه جدا، يمكن كومان عيبه ان هو ما بيسجلش كتير. جنابري جايب 5 اهداف في 18 ماتش، رقم كويس، وبرده معدل المحاولات على المرمى قد ايه؟ 2.4، بيروح على الجون كتير قوي عكس كومان. كومان مثلا 1.9 هو 2.4، اذا جنابري بيروح على الجون وبيسجل اكتر. كومان مسجل 3 اهداف. المفروض هو بيلعب زي جناح ايمن ناحيه علي يعني لو هيلعب علي معلول يبقى هو اللي هيلعب ناحيته. جنابري ناحيه معلول وكومان ناحيه محمد هاني. تمام. جنابري لعب على اعتبار اخر مباراه يعني. على اعتبار اخر مباراه. جنابري لعب 18 ماتش، احرز 5 اهداف، معدل محاولاته 2.4، معدل تمريراته 31، نسبه دقته 84%، المراوغات الناجحه عنده 1.2، مش عاليه قوي، معدل صناعه الفرص 1.4. يعني المقارنه لو عملنا مقارنه كده ما بين ارقام جنابري وكومان، الارقام بتقول ان كومان الفينش بتاعه مش حلو. يعني بيروح على الجون كتير بس الفينش بتاعه مش حلو، لكن على مستوى صناعه الفرص كومان اعلى. كومان اللي هو هيلعب ناحيه مين؟ ناحيه اليمين، اللي هي ناحيه محمد هاني. وضع بس لكن... في اعتبار يا احمد برضو امبارح في مباراه هيرتا برلين فليك عمل حاجه جديده يا كابتن اسلام، انه حط جنابري جنب مولر في وسط الملعب، لان هو امبارح كان عندهم مشكله ان جوريتسكا طبعا عنده موضوع كورونا. فكيميتش هو اللي لعب هاف ديفندر ولعب 4-1-4-1 وحط جنابري جنب مولر ورمى ثانية على اليمين ورمى كومان على الشمال. فجنابري امبارح كان عنده توظيف جديد، هل التوظيف ده ممكن نشوفه قدامنا؟ ربما ممكن نشوفه. كويس، كل ده هنتكلم فيه بقى لانه ده مهم جدا. اتفضل. فجنابري يعني لو بصينا برضو الارقام بتقول كومان الفينش بتاعه مش عالي قوي، جنابري الفينش بتاعه احسن، مسجل اكتر. أيوه. ولكن على مستوى الصناعه كومان صناعه الفرص بتاعته 1.7، اما جنابري 1.4. نوير، مانويل نوير طبعا واحد من اسرار تالق بايرن ميونخ في السنه اللي فاتت تحديدا، في السنين اللي فاتت. ما اعرفش صد قوي يعني. هو يعني انا في الحارس بتاع الدحيل قلنا ان هو نقطه ضعف، النهارده بنقول الحارس بتاع بايرن طبعا ده واحد من اهم نقاط القوه الموجوده في بايرن ميونخ. اولا طوله 1.93 متر، عنده 34 سنه، خبره كبيره جدا، عدد المباريات اللي لعبها في الدوري 20 مباراه، دخل شباكه 26 شباك نظيفه، 5 مباريات، معدل تصدياته في الماتش الواحد كل 90 دقيقه 2.7 في الماتش الواحد. ده برده رقم الناس ممكن تشوفه 2.7 مش كتير، بس انت اصلا الناس ما بتروحش على مرمى بايرن ميونخ كتير. بايرن ميونخ بيزنق الفرقه في نص ملعبها. فلما يبقى 2.7 ده دليل ان هو بيروح له كتير، دليل ان في ثغرات دفاعيه وهو شايل بلاوي من الاخر يعني. مانويل نوير بنسبه نجاح تصدياته 68%، برضه رقم كويس جدا، عاليه جدا. فده بياكد ان هو مانويل نوير ده واحد من اهم، لو مش موجود في البايرن هيبان فعلا نقاط الضعف الحقيقيه في البايرن.
لا قصدك ايه؟ طيب خلينا نروح لكيميتش. كيميتش اخيرا يا كريم المرعب يعني اللاعب فعلا مخيف بكل امانه. يعني ناس كتير بتتكلم عن نجوم الفريق ليفاندوفسكي او نوير او حتى جنابري والمجموعه الهجوميه، انا في وجهه نظري اللي قدامنا ده يا جماعه على الشاشه هو اهم لاعب في بايرن ميونخ، يوجوا كيميتش. طبعا الهاف ديفندر اللي بيلعب في كل المراكز بصراحه، لعيب ورك ريت حدث ولا حرج، الراجل ما بيتمشاش كل الماتش، واخده جري واخده ركض دفاع هجوم على الطرف العمق بيعمل كل حاجه. تكلم لاعب طوله 177 سنتي، لعب 14 مباراه احرز هدفين فقط ولكن صنع اهداف 10 اهداف. بنتكلم على ايه بقى؟ على لاعب وظيفته في الملعب هاف ديفندر، هاف ديفندر بيصنع 10 اهداف وده رقم مش ما اقدرش اقول ان هو رقم كبير، ده رقم خزعبلي، رقم مستحيل فعلا ان احنا ممكن نشوفه عند اي لاعب هاف ديفندر. وبيقدر معدل محاولاته كل 90 دقيقه بيعمل 1.3، ومعدل اجاده التمريرات عنده 90%، الكوره بتطلع من رجله لرجل زميل، وطبعا دي حاجه مميزه. الكرات كمان كابتن اسلام الكرات الطوليه مميز جدا، عنده فيجن عنده رؤيه فظيعه، بيشوف زمايله بطريقه ممتازه جدا، وده اللي احنا طبعا هنشوفه في صور الحالات اللي معانا بعد شويه. طيب كيميتش خلينا نروح ننتقل بقى الى صور الحالات، بس قبل ما ننتقل الى الصور والحالات اللي الفيديو عندنا عايز اقول لحضراتكم حالا، يعني يوم 19/2 الاهلي سيلاقي نادي النصر في دور ال 32 في كاس مصر في استاد القاهره. ان شاء الله يوم 19/2 نادي الاهلي سيلاقي نادي النصر في دور ال 32 في استاد القاهره الساعه 2:30 ظهرا ان شاء الله. وده يعني ده لسه طالع من اتحاد كره القدم الحالي. اتفضل يا كريم.